طيب نروح لموضوع تاني. عاطر حنوره رئيس مجلس اداره شركه تنميه الريف المصري الجديده، المسؤوله عن تنفيذ مشروع استصلاح وتنميه المليون ونص مليون فدان، اعلن النهارده ان الشركه بتدرس طرح مساحات من اراضي المشروع بنظام حق الانتفاع وليس التملك. ده بهدف توفير اكثر من شكل في اساليب الطرح يتناسب مع كافه الراغبين في الاستفاده من المشروع ده. بداية الطرح بالنظام ده هتكون خلال الأيام في منطقة غرب المنيا.